السلام عليكم، مرحبا بكم من جديد في ابيزود جديد من عيد جيكس ابيزودز. بالنسبة للابيزود نتاع اليوم كما في العنوان باش نعطيكم ملخص المؤتمر نتاع ايبل اللي صار في سان فرانسيسكو، وشنو هو الحاجات الابرز حاجات اللي خرجت فيه جديدة. دونك ما غير ما نكمل نزيد نطول في الحديث، نتعدى ونكتشف شنو هو جديد عند ايبل مع بعضنا. اول حاجه باش نبداو نحكيو عليها واللي هي الايبول واتش، وين خرجت السيري دو متاع ايبول، وخرجت يعني بريس كيف كيف تشبه للايبول واتش سيري الاول، لكن بريس قلته يعني فما بعض الاشياء اللي تغيرت، واللي هي اولها يعني نبداو باولها انه زادوا له جي بي اس، كيما زادت تنجم تعوم بها في الماء، يعني تهبط 50 متر تحت الماء وامورك ستة زيت. السمارت واتش نتاعك بليتو الايبل واتش تمشي على روحها وما تفسدش. بالنسبة زادة الحاجة الاخرى اللي تغيرت واللي هي النوعية نتاعها، فنلقاو الايبل قالت انه السيري دو من ايبل واتش الجيل الثاني باش يجينا بالسيراميك، كاينكم على اللون باش نلقاوه في اللون الابيض. اما كي نجيو نحكيو على السوم نتاعها فريمون السوم يشحط على الاخر، وين نلقاوها حسب ما كان صدقني ربي قالت ايبل انه باش يبيعوها 969 دولار. برا انتي اضرب في الاثنين باش تلقاها بالتونسي، كمل معدل الدينار التونسي زاد طاح، دونك اكثر دوبل. برا احسب على روحك وحاول تشريها اذا كانك ماركانتي. من سمارت واتشز نتعداو تاو للسمارت فونز، ويمشي نلقاو الايفون 7 والايفون 7 بلس اللي هما بريس كيف كيف، يعني كيما في السمارت كيما في السمارت واتش بتاع كيما في الايبل واتش كيف كيف، يعني الايفون 7 والايفون 7 بلس جاو كيف كيف. بيان سور مش كيف كيف على الاخر، يعني فما بعض الحاجات اللي تتغير، واللي اول حاجه باش نحكيو عليها اللي هي الالوان. الالوان باش نلقاو تو نيو كالرز، واللي هما باش نلقاو الاكحل الطافي اللي هو يعني الغامق، والاكحل الفاتح اللي هو المضيء. ايش معناها الاكحل الغامق؟ باش نعطيكم تفسير حسب ما شفت انا في المؤتمر. غامق يعني الاكحل الغامق باش تشوفوه كانه بلار، يعني غامق ومن طون يلمع اللون ديجا، يعني من كثرة اللي هو تحفون ما تنجمش تفسره، لكن ان شاء الله اذا جات تونس هذه تو نحاول نمشي كونتاكتي اي ستور ولا اي بوتيك دانفورماتيك لقيتو يبيع فيه، دونك ونحاول هكا نزيد نقربكم لو ماكسيموم باش تقربوا من عالم التيك. بيان سور زادا ما نساوش اللي لي دو سمارت فونز باش يكونوا واتر ريزيست، هذه حاجه متوقعينها من عند ايبل، وحاجه اخرى زادت اللي هو ضد الغبره، يعني دونك يعني دونك حاجه طايره على الاخر. اوكي، فما حاجه اخرى تبدلت مش كان اللي قلت عليه، اللي هو البروسيسور. البروسيسور نتاع الايفون 7 والايفون 7 بلس حسب ما قال تيم كوك انه عملوا بروسيسور جديد، نيو بروسيسور دخلوا في الايفون 7 والايفون 7 بلس اقوى ب 40% من ايفون 6 ولا بليتو من الايفونز اللي فاتوا الكل، وهذه حاجة يعشقوها لي جيمر اللي نجموا بليتو اللي يحبوا يصبوا دي جو في التليفون قويين، ينجموا حتى يعني يوليو يصوروا جيم بلايز بالتليفون الايفون 7 ولا الايفون 7 بلس. نجيو توا باش نحكيو على العشاق الكاميرا، وين باش نلقاو في الايفون 7 والايفون 7 بلس استشعار اقوى من اللي كان قبل، والعدسات يعني زادوا كبروا فيهم وردهم 1.8 اي ثينك يس، دونك وردهم 1.8 حاجه يعني افكاس على الاخر، وتصاور ولات برو على الاخر، وتقول عليك يعني تصور بكاميرا بروفيسيونيل، يعني فريمون فريمون ابدعوا ايبل في السمارت فون هذايا.
حاجة أخرى زادت مع الكاميرا واللي هي الفلاش بلتو كواد فلاش كيما الكواد كور، لكن هذا كواد فلاش يعني فلاش ضوء رباعي يعطيك ضوء أقوى من اللي كان قبل وأقوى بصفة غريبة. هذاك علاش قلت لكم عبارة انك باش تشري كاميرا بروفيشنال كاميرا باش تصور بها، يعني تكون بودكاستر ولا حاجة. يعني ايبل خدمت على الكاميرا بصفة غريبة وجات حسب تجارب وتصاور اللي وريهم لنا في المؤتمر جات طيارة. وبما ان مازلنا نحكيو في الكاميرا قبل ما نمشيو للسيلفي كاميرا، باش نحكيو ساعة قبل كل شيء على الدبل كاميرا اللي موجودة في الايفون 7 بلس. يقول القائل شنو هو الفايدة التو كاميراز اللي حاطينهم في الايفون 7 بلس؟ يعني انك كي تبدا باش تصور فيديو وحاسك باش تصور تصويره، يعني وان كاميرا تبدا تصور في الفيديو والكاميرا الاخرى تكبتي لك تصويره بروفيسيونيل مره اخرى نعاودها تصويره، يعني يجيبها لك تقول عليك قاعد تصورك هاو ماكش تاع يعني او ميم طون تعمل في دو اكسيون، يعني تقول عليك تعمل في اكسيون واحده يا تصور يا تعمل في فيديو، يعني تعطيك كاليتي قوية قوية قوية. يعني فريمون ابدعت ايبل في الكاميراز بتاع الايفون 7 بلس والايفون 7 زادا. بخلاف ما انك كتو كاميراز واحدة تصور فيديو بار اكزومبل والاخرى في وسط الفيديو تعمل تصويرة، تجم تولي الكاميرا نقولوا احنا the first كاميرا تصور لك الفيديو وكيسحق انت باش تعمل زوم. يعني ديجا نعرفوا احنا اللي كل في كل تليفون كي تجيبش تعمل الزوم الكاليتي كلي تنقص، لكن في الايفون 7 بلس بما انه بتو كاميراز لا ما فهميش منها الحكايه هذه، تبقى ويعني تقعد الكاليتي تحفونا على الاخر ما تبدلش حتى كي تعمل الزوم. علاش الكل وذي؟ على خاطر تو كاميراز كيما قلت لكم، الكاميرا الاولى تبدا تخدم في فيديو باش تعمل زوم تخدم الكاميرا الثانية تكون يعني ماهيش قاعدة اون فونكسيون كيما نقولوا احنا، وقتها تخدم وتعمل لك زوم هي بما والكاميرا الاخرى the first كاميرا تقعد ما تحركش كيما هي جاست تصور فيديو. وكيك يعاون اصلا الشيء هذا يعاون التليفون باش يعطيك كاليتي تحفونه وزوم تحفونه حزيلو فريمون كل شيء تحفون في الكاميرا. انا بصراحه كي شفته كي شفت يعني كنت اتفرج اونلايف على المؤتمر نتفرج على الكاميرا برجوليه قلت حاجه عالميه. It's so so amazing، يعني خاصة لو كان بالحق تخطف الحكاية ونمشي نصور ريفيو على الايفون 7 ولا الايفون 7 بلس، يعني بالحق شعور غير عادي. ان شاء الله بركة، ان شاء الله في اقرب وقت كالعادة نكلم لكم ايبل ولا اي ستور ولا اي بوتيك كما قلت لكم دانفورماتيك ونشوف لكم الايفون 7 والايفون 7 بلس وقت اش يجيو لتونس. هما خرجوا في باي ذا واي يعني خرجوا في بلدان عده اما خاتي تونس. اوكي بدينا نكملوا نحكيو على الايفون 7 والايفون بلس ووعدك بينا نكملوا ملخص نتاع المؤتمر هذايا. دونك باش نحكي على حاجه اخرى فيسا واللي هي السيلفي كاميرا. في سيلفي كاميرا المرة هذه الايفون حطتها 7 ميجا بيكسل، يعني باش تعطيك قدرة انك تعمل سيلفي تحفونة وتجيك بروفيسيونيل زيادة، يعني كيما الكاميرا من قدام كيما من تالي تعطيكم لي دو يعطيكم بروفيسيونيل فوتو، كيما زيادة ولات تقبل الوجوه يعني حتى لو كان الدنيا ظلمة كي انت تعمل سيلفي تجيك سيلفي هذيك الوجوه متكتية. يعني ديجا نعديكم في لقطات كل مرة باش تفهموني باهي. خبير اخر ممكن ما يفرحش العشاق متاع ايبلز انه نحات البور جاك في التليفون، يعني انك باش تسمع بالليكوتور عبارة على انك باش تشارجي الايفون البور متاع الليكوتور، يعني باش يكون كيما البور متاع تشارجر تحطه وتسمع على روحك، لكن ما عادش يعني فما
البور جاك نحاته وحطت في بسهم اي ثينك بافلويت، يعني رجعت الديزاين بتاعها العادي دو بافلك ناقطين على اليمين وعلى اليسار، وفي الوسط عندك البلاصه بتاع الشارجر ووليت ليكوتور. باهي الخبر اللي قلته توا اللي هو مش مفرح لحكاية ليكوتور وال يعني البور جاك، تن بعد باش نرجع لكم باش نقول لكم حاجة أخرى توا، من بعد باش نرجع نحكي لكم على ليكوتور لأنه حضرت لكم ايبل مفاجأة كبيرة في الـ في السبيكرز يعني وفي الليكوتور. اوكي باش نحكيو على زوز حاجات الاخرانيين في موضوع نتاع الايفون 7 والايفون 7 بلس، واللي هي اول حاجة البوتون داكوي. البوتون داكوي تبدل ولا 3D حسب ما قالت ايبل في المؤتمر بتاعها، دونك ماهوش كيما البوتون داكو اللي فاتو. بصراحة انا ما عنديش فكرة البوتون داكو بالضبط باش نوافيكم يعني كيما نقولوها بالحاجة الاخرانية، ما جربتش بصراحة، لكن تصوروا انا بيان سور تحسن يعني اتوقع انه ماهوش يخرجوا حاجة فارسو ولا حاجة خايبة، دونك اتوقع انه باش يكون طيارة مع انه زاد 3D. so enjoy this news. ابل كالعادة والخبر ديم على ابل واللي هي زادت ابدعت في الايفون هذايا يعني بطريقة اخرى، واللي هي حطت ستيريو سبيكرز يعني وليو سبيكرز على اليمين وعلى اليسار توتالمون يعني كي تحط التليفون وراء راسك بالعرض تسمع الساوند اون 3D، يعني بالحق تسمع 3D ساوند. اي ثينك انا الحكايه دي اخذتها من ال جي خاطر صاحبي عنده تليفون ال جي ستيريو سبيكرز، دونك اعتمدت الايبول كما نقولوا سرقتها من ال جي واعتمدتها في الايفون 7 والايفون بلس، خليتهم سبيكرز ما مش ظاهرين. هذيك الحاجة اللي خلتني زيادة نعشق الفازة هي دونك ماكش تعرف اللي فما سبيكرز هكا ولا هكا، حاجة طيارة على الاخر يعني ماهيش خايبة، حاجة انا عجبتني بصراحة انا عجبتني. انتو ما كان عجبتكم ولا ما عجبتكم تحطوا لي رايكم في كومنتات. واو فاينلي توا كملت حكيت على الايبول واتش والايفون 7 والايفون زاد 7 بلس، باش تعديو توا للايكوتور سون فيل اللي خدمتهم ايبول. بصراحة عالم اخر برجولية زايدة معاهم يعني يسمعوا في حكايات غير عادية. الايكوتور هذوما باش نعطيكم يعني بالضبط لي ديتاي بريسيز، جينا بمايكروفون وباتري، يعني تصوروها مايكروفون في ايكوتور وباتري زاده، اما تخاف لو كان ماشي يطرشق في وضنك، دونك كيما الفازه نتاع سامسونج في النوت 7 العباد تشدوا في ايديها وتطرشق، دونك هذه حاجه تخاف بصراحه خوفتني انا يعني حتى لو كان مانيش باش نشري الايفون 7 ومانيش نستعمل الاوديو هذوما والليكوتور، لكن بصراحة حاجة تخوف بما انه تبدا باتري في وضنك محطوطة تنجم تطرشق دونك تضر وضنك. بالنسبة للباتري دونك كما قلت لكم مخترع، هي توصل حد الاستعمال توصل 5 سوايع حسب ما قال تيم كوك. بون حاجة باهية كي يعني توصل الوقت هذايا خاطر بيان سور هي قطعة صغيرة دونك مش تنجم تستحمل أكثر، لكن بالحق 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 ما عجبتنيش أنا الفازة هذيا تو خاطر كيما قلت لكم ما سبحان الله ماش فجأة تطرشق الواحد في وضنه، تصورها واحد يترزا في وضنه، دونك انا مانيش مأيد الحكايه هذه جمله لو كان ينحيو الباتري تنولي نأيدها به. علاش الباتري فيها؟ على خاطر السون فيل ليكوتور سون فيل دوما تستعمل بالبلوتوث، هذاك علاش دونك لازم تشد الشارج بالبلوتوث. كيفاه زاد سو ايزي الحكايه، جاست انك تحل البلوتوث بيان سور بداو بحذا بعضهم مش بحذا لاصقين بعضهم لكن بحذا بعضهم، تحل البلوتوث نتاع التليفون ولا الايبل واتش بنزلة بقرص واحد، نزلة في القرص يكبتي لك الايكوتور هذاك التليفون الايفون تاعك 7
وسينو كانت يعني زي ده ايبل واتش وتخدم على روحك وتكون امورك جو احلى جو وامورك ستة زيت. بون عاودة عاودة مرة اخرى بالحق ما نستحقهمش باش تشريو يعني ال AirPods I think AirPods تو ذكرت اسميهم انا ال AirPods هذوما ان شاء الله يكونوا صحاح ان شاء الله I think I hope مش I think دونك الايربودز هذوما الحاجة الخايبة اللي ما عجبتنيش كما قلت لكم الوحيدة هي الباتري متاعها انها مخترة بصراحة على الظن. قولوا لي رايكم في كومنتات اذا كان تشوفوها مخترة ولا مش مخترة, وهذا رايي بصراحة بصفة عامة للايربودز هذوما. وهكا جايز نوصلوا لختام حلقة اليوم, ان شاء الله تكون عجبكم وان شاء الله نكون عطيتكم اخر الاخبار متاع المؤتمر اللي صار في سان فرانسيسكو متاع ايبل. دونك اذا كان عجبتك الابيزود ولا تيك نيوز بليتو متاع اليوم, انا حبيت بصراحة ندمج مع الايبل زيادة ندمج مع سامسونج الاخبار النيوز متاعها واليوبي سوفت زيادة خاطر الزوز عملوا حاجات جدد. لكن يعني قلت علاش نخليها الحكاية بروفيسيونيل من غير ما نقعد نبلبص, ايبل وحدها سامسونج تو نخدمها هي ويوبي سوفت خاطر ايبل وحدها يعني حبت لي كي جيت نكتب في التكست وشنو باش نقولوا حبت لي ثلاثة اوراق يعني بريسك ورقة كاملة دوبل فيم دوبل فيم مش ثلاثة اوراق. به من غير ما نطول زيادة اكثر, اذا عجبتك الحال التك نيوز نتاع اليوم ما تنساش تحط لي لايك تشجعني تشير ولا سبسكرايب, ما تنساش زيادة بتصلي على سيدنا محمد اللهم صل وسلم وبارك عليه. ان شاء الله عيدكم مبارك كل عام وانتم حيين بألف خير واضحية مباركة وعودة دراسية ميمونة. نقطتين اخرين نحب نقولهمكم ميرسي ميرسي بوكو على السبسكرايبرز اللي كان تشوفوش فيهم من غادي هكا وصلوا ل 100 اوكي اي هيت ماي 100 سبسكرايبرز نحمد ربي برشا. دونك ما تنساوش تعاونوني توا وتكملوا معايا مساج في التليفون لو بتسيرش تكملوا معايا تحط لي سبسكرايب زي تعاوني. كهو بالنسبة للنوتسيت راهو تعديت الساعة شوية اليوم 6 سبتمبر تقريبا كيكا ولا لسيت لسيت ولا لويت لويت سبتمبر تعديت السامسونج وقالت لي جاء, لكن فيه حكاية المشكلة بتاع الباتري اللي باش نقولكم عليها التك نيوز الجاي. دونك لو 21 ان شاء الله بريس قالوا لي ولا تو نكلموك زاد خاطر حاجه تقول لهم المرويه تو نكلموك ودوب ما يجي تجي تخدم على روحك الريفيو. دونك تنسوش تصلي على سيدنا محمد وتحطوا لي لايك شير سبسكرايب كاو سي يو انذر تايم جايز اند جود باي.